Tại nãy không gì vào bên kia. Mấy cái mũi kia là còn bên nhiều hơn bên kia ít. Mũi này ngược lại. Tê mau hay là mau? Tê mau hay là mau? Đủ tê chưa anh? Đủ rồi thì kêu chị Nam xuống máy đi. Rồi chạp cho mày chỉnh sao chứ. Chị không chi đâu chị, xíu nữa mình chỉnh cho mày lại chứ trừ mình chưa làm đâu chị mới vẽ đâu. Chị đừng có động vô để giữ dáng mới chạp chỉnh lại là được. Đây là giống mắt.
nghiêng cho con, không nghiêng vào đây, đây. Không sao, quay làm trăm máy thôi là được rồi. Anh chúng tóm anh chúng chứ đi. Quay như bờ nó tán đầy cái sắt. Làm trăm máy tóm đi. Cũng ghê giờ rồi chị Quyền bị Quyền con đi làm thì phát cũng ghê đào mất cái nhớ dễ sợ. Cố gắng cho cục miếng hơi cứng xíu. Nguyên lúc nó bỏ nghĩ tới mình thôi. Chứ bà biết mình không đi làm vợ á. Nhưng mà nếu như mình đi thôi. Ừ, đúng rồi. Chịu được không con? Chịu được không? Để bên kia cô Tây la thêm xíu nữa. Bên kia cô Tây la thêm xíu nữa thì. Ừ. Các bạn mà đi hát lớn rồi á, à, sẽ thích làm đẹp á. Tôi sẽ khó hơn. Cái nhà mà có cái hòn rò phía trước nó giống đỡ ghê lắm.
không được rồi xuống này. Đèn vàng hơn cái hiện.
cần xe qua không? Kiến nhà nén đau rồi ta. Hiền bật lại cho chị soi cái đàn trung đi Hiền. Đây các bác nhìn nó rõ lắm. Không vòng vòng, không bụi. Chưa để lại đàn nó à? Thôi lỡ rồi thôi. Bật lại bình thường mãi. Đấy, bật lại đàn đang vòng đi Hiền, cua tự Hiền. Chơi nghe điện thoại gì nữa? Dạ, chơi có một giai nữa thôi. Rồi rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Trời ơi, như chùm nho mà nho móng tay nữa. Mụn chú mà đỏ lắm. Đỏ thiệt đó chú. Chú có biết mụn chút đó. Chú bọn nạn lại nó thấy cái rụ rang bọn nhiều lắm. Bọn dễ nạn lắm. Dạ đúng rồi. Giờ chú đang dễ nạn. Chú chỉ cần chịu khó là con làm. Ồ, chú đau có ấy rồi. Bọn tiền ấy cái nó thì mới đau. Chú còn đau đau thấu trời luôn. Ừ, đúng rồi. Mà mình phải chịu để cho bất đỡ chứ. Dạ đúng rồi.
من قناة أكل ماما هنقدم لكم النهاردة طريقة تخليل الزيتون الأخضر. بص يا جماعة، أنا هجيب لكم أسهل طريقة والطريقة التقليدية العادية خالص اللي كانت بتتعمل في الأول. لا هنجيب بقى مكنة نطلع منها النوى ونحط بدلها جزر، ولا هنعمل أي حاجة غير المألوفة أو الطبيعية. أولا المقادير، هنجيب كيلو زيتون اخضر وكيلو ليمون، الكيلو عليه كيلو وبس، وملح حوالي بتاع نص كوبايه او كوبايه الا ربع، وقرنين فلفل حالي، وهنستخدم بطرمانين اللي هما التقليديين العاديين ان احنا بنعيد استخدام البطرمانات اللي عندك اللي هما بتوع الكيلو بتوع المربى. بصوا يا جماعة، ده يعتبر زيتون تفاحي. يعني ايه زيتون تفاحي؟ يعني بتلاقيه مدور زي ما انت شايفة كده وشبه التفاح. ده طريقة تخليله الزمن بتاعها قليل، حوالي بتاع شهر. اما الزيتون الاخضر التاني اللي بيبقى طويل شوية كده ومبطط من هنا، ما بيبقاش مدور كده، ده اسمه الزيتون العزيزي. والزيتون العزيزي طريقه تخليله بتاخد وقت، وكمان بيتخزن معاكي وقت كبير، احيانا ممكن يوصل لسنه، يعني يجي عليه الزيتون الجديد وهو لسه محتفظ بيه. اما الزيتون التفاحي ده فهو ما بيستحملش، يعني ما بكبيره قوي حوالي 6 شهور. وانا بكلمكم عن ايه، هوريكم بنعمل ايه. بصوا، وهنبتدي بقى نقسمه كده من جهة واحدة، وخلص البرطمانين وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. في حاجة عايزة اقولها لك، الزيتون زي ما انت شايفة كده يكون لونه اخضر، لكن لو لقيتي فيه الحتة الحمراء دي او دي ما تفرحيش بيها، تقولي الله ده شكلها حلو جدا زيتونة وفيها حتة حمراء او بدنجاني كده، لا، ده بيبوظ الزيتون. فحاولي بقدر الامكان تنقيه على قد ما تقدري اخضر بس. كده خلصنا البطرمانين. بس يا جماعه اتفضل حبه يجوا مقدار بطرمان صلصه صغنن، يعني انا بس حابه اقول لكم المقدار بالظبط علشان كل واحده اللي ما عندهاش بطرمانات كبيره هتعرف تعمل ايه. خلصنا، هنبتدي بقى نعصر الليمون. بصوا يا جماعه، عصر الليمون مش بالعصارة ولا بأي حاجة، أنا عايزاه بإيدك انتي. ليه بقى؟ علشان الفصوص بتاعت الليمون أنا محتاجاها، لأن هو ده اللي بيخلل. وخلي بالك إحنا مش هنستخدم خل، لو استخدمتي خل يبقى كده الزيتون بتاعك هيتهري ومش هيكمل معاكي شهر، لكن الليمون هو احسن حاجه بيحفظ وبيخلل الزيتون. في ناس بقى عشان يستفيدوا اكبر قدر ممكن بيضربوا الليمون كله في الخلاط حتى بالقشر، بس البنزهير بتاعه بيبقى عالي قوي، فهو بيبقى طعمه حلو وجميل ومزز، بس يا جماعه بيبقى عالي قوي. فانا كده بعصره من هنا وبروح واخده كده الفصوص دي كده. خلصنا العصر بتاع كيلو الليمون، وزي ما انتوا شايفين هو ده اللي طالع من كيلو الليمون. على فكرة هو طالع بالبذر بتاعه، حذاري تصفيه، لانك انت لو صفيتيه يبقى كأننا ما عملناش حاجة والتعب بتاعنا كله راح اوانطة، لان هيتصفى الفصوص بتاعة الليمون الجميلة اللي احنا كنا عايزينها، فما تصفيهوش، فسيبيه وهو يتحط معاه يتخلل عادي مفيش مشكلة. في نقطة أنا ما نسيت أقولها لكم يا جماعة، قبل ما تحطي السكينة في أي ثمرة سواء زيتون أو ليمون أو أي خضار لازم يكون مغسول تماما. كده خلصنا الكيلو الليمون، هنحط عليه نص كوباية ملح وعليها نص كوباية مية، وهنقلبهم مع بعض لغاية لما يدوبوا خالص. بعد ما قلبنا عصير الليمون مع الملح والمية
هنبتدي بقى نقطع الفلفل اللي احنا قلنا عليه من الاول. هنقطعه حلقات صغننة خالص عشان ايه، احنا بس هنحطه بص على الوش. على فكرة يا جماعة في ناس بتحط معاه فلفل كامل، مع احترامي ليهم هو حلو جدا، بس الفلفل سواه غير سوا الزيتون. الزيتون بيخلص بسرعة ببطء، لكن الفلفل بيخلص بسرعة، فهتضطري اسفة انك تفتحي عليه، وانا مش عايزاك تفتحي عليه خالص قبل على الاقل 21 يوم او خم او عشر او شهر، على اساس ان المرارة تروح. في ناس بتنقعه قبل العمايل عشان المرارة تروح، بس في الحالة دي يعني ما بيبقاش طعمه حلو قوي. نحط الخلطة بتاعتنا دي في قلب البرطمانات ونخلصها. في زي ما انتوا شايفين شوية ملح بسيطة، حوالي معلقة كده، ما تدوبتش، فهنضطر نحط عليها نص كوباية مية كمان. والبطرمانات محتاجة، يعني ايه البطرمانات لسه محتاجة شوية مية مع الليمون. نكمل بيها البرطمان ده والبرطمان ده، اما الصغنون فهو مش محتاج قوي لانه هو خد كفايته. وغطينا بقشر الليمون اللي احنا عصرناه الوش بتاع الزيتون وزقيناه كده اهو، وعشان نتاكد ان هو دخل جوه العصير بتاع الليمون. وهنبتدي بقى نحط زيت على الوش عشان نضمن ان الزيتون ما يوصلوش اي نوع من الهواء، عشان لو وصلوا هواء او فتحت عليه بدري بيبوظ وبيعفن. فانا بقول لكم اهو لازم الاول تتاكدي بعد شهر عشان حتى كمان المراره بتاعته تروح، وكمان عشان نضمن حفظه تماما من الهواء انه ما يوصلوش عشان ما يبوظ، بتحطي بقى بعد الزيت والقشر الليمون والفلفل كل ده بتروحي حاطه الايه القطع من البلاستيك كده، وتروحي مغطياها وقافلاه البرطمان. وده بقى يقعد معاكي يعني 4 شهور 5 شهور، وكده انتهينا من تخليل الزيتون بتاعنا الحلو الجميل. على فكرة يا جماعة اوانه دلوقتي في شهر 9، الحقوا اوان واعملوه، وما تنسونيش في الشير وفي اللايك. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.